إليكم هذه قراءة هذه البرقيات. صاحب الفخامة الأخ رئيس الفريق الركن الطيار إدريس دبي إثنو رئيس جمهورية تشاد حفظه الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يطيب لنا بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلدكم أن نبعث لفخامتكم باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا أصدق التهاني وأطيب التبنيات بالصحة والسعادة ولحكومة وشعب جمهورية تشاد الشقيق التقدم والازدهار، ولفخامتكم تحياتنا وتقديرنا. أخوكم خادم الحرمين الشريفين سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية. فخامة الرئيس إدريس دبي إثنو رئيس جمهورية تشاد المحترم، يطيب لي ويسرني أن أغتنم مناسبة عيد الاستقلال لبلدكم لأبعث إلى فخامتكم وإلى شعبكم الصديق أحر التهاني القلبية، كما أرجو أن تنقلوا إلى شعبكم مشاركة شعب الإمارات العربية المتحدة فرحته بهذه المناسبة، ما أخلص أماني الصحة والسعادة والتوفيق الدائم لفخامتكم، وتمنياتي لشعبكم الصديق الخير والسعادة، وتقبلوا أسمى التحيات وخالص المودة والتقدير. خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة. السيد الرئيس السلام عليكم، بمناسبة الذكرى 58 لاستقلال بلدكم الجميل فباسم الحكومة والشعب المصري وباسمي شخصيا نتقدم لكم بأحر وأصدق التهاني لكم وللحكومة وللشعب التشادي الشقيق، متمنين لكم التقدم والازدهار. أخوكم عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية.